يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أهم حاجة في الحلقة النهاردة هو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بعد طبعا مباراة الأمس. كلام كتير جدا هيكون عن المباراة دي، كلام مصحوب نغمة تفاؤل ودعم ومساندة، وده المطلوب بعد الفوز بنتيجة 1-0. هذه النتيجة الجيدة بالمناسبة، وهنقول جيدة ليه رغم أن الموقف ما زال صعب جدا كمان، وانت بتلعب فريق ومنتخب اوروبي داخل القاره الافريقيه، هو منتخب السنغالي، منتخب فظيع قوي ما شاء الله عليهم، لعيبه جامدين جدا جدا يعني. فبالتالي انت حققت امبارح خطوه جيده، مش جيده جدا ومش ممتازه طبعا، لكن فوز، والاهم من الفوز ان ما دخلش فيه الجون امبارح. فهيبقى عندنا كلام كتير جدا على مدار الحلقه بمختلف فقراتها عن منتخبنا الوطني الاول، اللي باذن الله واحد احد يفرح الشعب المصري من خلال مباراة العودة يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله في دكار، نفرح كلنا ويعني نعيش تاني أجواء كأس العالم المرة دي تكون في قطر بعد ما عشناها في روسيا، وحلم منتظر بإذن الله، واثقين في رجالتنا وفي الجهاز الفني وفي كل الموجودين يعني. فده المحور الأساسي في حلقة اليوم، بخلاف بعض الأخبار اللي قد تتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته لمباراة الهلال، لكن الأهم بصراحة المنتخب. نخلص المنتخب الأول بعد كده نتكلم في أخبار النادي الأهلي. منتظرين كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، سؤال طبعا بيتعلق بمباراة امبارح، رأيكم في الأداء والنتيجة، نتيجة الفوز 1-0 على السنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله تعالى. هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، لكن الأهم دايما بيكون إن احنا بنبتدي بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوفها يلا بينا. في ترند المنتخب، المنتخب يستدعي ربيعه وعلي جبر بالتوفيق ليهم باذن الله. وكمان بعثه المنتخب تغادر للسنغال غدا، يا رب يا رب يحققوا الحلم بتاعنا ان شاء الله. واخيرا الاهلي يتابع حاله عبد المنعم، الف مليون سلامه عليه. طيب النهارده النادي الاهلي بينعي طبعا القيمه والقامه القانونيه الكبيره الاستاذ رجاء عطيه نقيب المحامين والفقيه القانوني لتوفاته المنيه اليوم، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، واحد من القامات القانونيه الكبيره جدا جدا في طبعا التاريخ الخاص بالجوانب اللي زي دي، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم بتفاصيل كتير جدا على منتخبنا وازاي يتعامل مستر كارلوس كيروش اللي بالمناسبه عمل مباراه برضو جيده امبارح، وازاي هيستعدوا لمباراه يوم الثلاثاء وهي احد اهم المباريات في تاريخ الكره المصريه، وفي حاله تاهل كمان منتخبنا باذن الله تعالى هيكون ده اغلى تاهل عشان بتتأهل على حساب أقوى منتخب أنت قابلته في تاريخ التصفيات بالمناسبة، لأن منتخب بالمقاومات دي فحاجة ما شاء الله. امبارح شفنا الماتش كان عامل إزاي يعني، فهنتكلم بالتفاصيل بالتالي، استنونا بعد الفاصل يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الماتش كان صعب وعصيب جدا امبارح، مباراة مصر والسنغال، مباراة الذهاب اللي كانت على استاد القاهرة، كسبنا 1-0، وانا شايف في الحقيقه مش انا بس، كمان ناس كتير جدا اكيد شايفين ان دي نتيجه جيده نوعا ما، احسن من 0-0 واحسن من 1-1 واحسن من 2-1 ليك، ان يجي في الجون ده كان الموضوع هيبقى صعب، وده اللي كان بيشتغل عليه بشكل كبير جدا جدا منتخب السنغال امبارح. هم كل اللي كانوا عايزينهم حتى لو كان يجي فيهم الجون الثاني، بس هم كانوا عايزين يجيبوا جون، لان الجون بجونين تمام بره ارضك، جون بجونين، فبالتالي تبقى الافضليه ليك في مباراه الاياب حتى لو خسران 2-1 كمنتخب سنغالي، تجيب جون واحد تكسب. دلوقتي الوضع ايه؟ هم عايزين جونين عشان يكسبوا، جون واحد يبقى فيه تعادل اكسترا تايم ضربات جزاء، وليه لا ما نخطفش احنا الجون هناك ونشتغل على كده؟ هل نقدر؟ نقدر. هتقول لي يا عم ده منتخب السنغال امبارح كان مقطعنا، بصراحه كانوا مقطعنا بصراحه، منتخب اوروبي جوه افريقيا، منتخب مش بس ساديو ماني بقى، لا ده كل العناصر اللي فيه،
حارس المرمى ادوارد ميندي احسن حارس في العالم، خط الدفاع كاليدو كوليبالي الراجل اللي جنبه اللي حتى اللي نزل كمان بعد اصابه اللاعب اللي كان بجوار كاليدو كوليبالي مش متذكر اسمه ديالو اعتقد، كل اللعيبه منتخب قوي جدا. فبالتالي كون ان انت قدرت ان انت تحقق نتيجه زي دي بالظروف دي بالضغط اللي كان على اللعيبه بتواجد الجمهور بكل هذه الامور، فانت بالتالي قدرت ان انت تقطع شوط نوعا ما جيد، نوعا ما جيد. انا بس مستغرب من حاجه، الناس اللي بتنتقد الجهاز الفني والمنتخب، هل يا جماعه بالله عليكم ده توقيت انتقاد؟ وانا هنا بتكلم على بالتحديد بعض الجماهير. طبعا احنا نفسنا المنتخب يبقى افضل والاداء يبقى احسن، بس انا فرحتي لو الاداء كويس وخرجت من التصفيات ما روحتش كاس عالم، هعمل ايه؟ هقعد اقول يا جماعه المنتخب اللي لعبت باداء كويس، طب وبعدين؟ ايه نتائجك؟ ايه عملت ايه؟ رحت كاس عالم؟ لا. ولا يفرق معانا الاداء، يغور الاداء مش مهم. حلو؟ الاهم ايه؟ ان انا اوصل لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي والرابعه في تاريخ مصر. تلعب بقى حلو تلعب وحش، المهم الناتج يوصلني. فانا بصراحه مش فارق معايا خالص الاداء. امبارح طبعا الاداء ما كانش حلو، لعبنا تلت ساعه مثلا كانت كويسه، حاولنا فيها في اخر الماتش كره بتاعت مرموش دي وكان ده لصلاح كانت خلصت. كره تانية مثلا اللي كان فيها دربكه في جوه منطقه الجزاء ما كانش فيها توفيق. حاجات وارد في الكوره، لكن كل اللي نقدر نقوله والاهم بالنسبه لنا ان الحمد لله ما جاش فينا جون من المنتخب اللي بالمقاومات دي وبالقدرات دي وبالامكانيات دي. الراجل ساديو ماني امبارح بياخد الكوره تحس انه بيعدي لوحده. ليه؟ هو امكانياته عاليه. هل ده تقليل مثلا من عمر جابر؟ لا خالص، عمر عمل مباراه كويسه. يعني عمر جابر بصراحه عمل مباراه جيده. لكن الجانب الدفاعي بالتحديد مع لعيب زي ساديو ماني، لا ماني كان تقيل عليه شويه. مش تقليل من عمر جابر، بس هي امكانيات قدرات. عمر لعيب بخبرات ممتازه، لعيب كويس، عنده كمان افضل من كده بكتير، وامبارح عمل ماتش حلو قوي. تمام؟ لكن مثلا تخيل ان، لان الناس بتحاول تقول لك اصل فرق امكانيات كبير جدا ما بين السنغال ومصر وكلام من ده، امبارح فرق امكانيات كان واضح ان هو لصالحهم. لكن ده مش معناه ان احنا ما عندناش امكانيات، لا احنا عندنا امكانيات كويسه. وعندنا في نفس الوقت ظروف عطلتنا شويه ان احنا نبرز هذه الامكانيات. زي مثلا اكرم توفيق لو موجود مع ساديو ماني امبارح واحد يوقف على طول ماني، ما فيش هزار. في اول الماتش يهده يهمده بلغه الكوره. لو احمد فتحي مثلا في عزه يهمد 10 ساديو ماني برضه. فمش موضوع ان هم الناس دول افضل مننا وعلى مدار التاريخ دايما احنا المنتخب امكانياتنا قليله، لا طبعا. شفنا جيل ذهبي عظيم مع الكابتن حسن شحاته، كنا بنكسب كل الناس، اي حد قدامنا بيعدي كده بيخسر ويروح. لكن هي بتبقى ظروف مرحله. الظروف الحاليه انا حابب اشيد جدا في ظل الاصابات، لك ان تتخيل ان منتخب مصر عنده بعد اصابات امبارح الونش ومحمد عبد المنعم العناصر الاساسيه اكرم ونش حجازي محمد عبد المنعم، كل دول اساسي منتخب مصر اتصابوا. فانك تقدر تكسب مع منتخبات زي دي في ظل الاصابات زي دي، فلازم تحيي الراجل اللي اسمه كيروش ده وجهازه معاهم. بصراحه انتقدناه كل الانتقاد بعد مباراه نيجيريا لو تفتكروا في كاس الامم الافريقيه، لان هو لخبط عمل حاجات غريبه فخسرتنا، فكنا خايفين بصراحه، فكان لازم يبقى في انتقاد. لكن الراجل لما عدل الامور مشيت كويس. انت كسبت كل المنتخبات تقريبا من بعد ماتش نيجيريا، انت خلاص دلوقتي بعد ما كسبت السنغال امبارح اللي كسبتك في نهائي افريقيا انت كسبت كل المنتخبات. اذا انت عندك جهاز فني جيد، عندك لعيبه مميزه، تقدر انك تحقق الحلم حتى لو بتقابل اقوى منتخب في افريقيا والمصنف رقم واحد في افريقيا هو المنتخب السنغالي. بس الكلام ده كله عايز ايه؟ هل عايز انتقاد؟ تقطيع؟ ده احنا تعبانين، احنا مش قادرين، ده احنا المنتخب السنغالي ده احسن، ده هيقطعونا هناك، هيكسبونا هناك 5 وكلام من ده؟ لا طبعا مش عايز كده خالص. ده عايز ثقه، الحلم ده عايز ثقه ودعم ومسانده للمنتخب، للناس اللي بتتعب دي. المجموعه اللي لعبت امبارح دي بالمناسبه ما لعبتش قدام ال 70 ولا 75 الف متفرج اللي كانوا موجودين في الاستاد امبارح، اللي كان اكيد ليهم دور نوعا ما بالمناسبه، وانا صريح ودغري، نوعا ما الجمهور امبارح في أول الماتش بس استغلنا عنصر الجمهور. لكن الجمهور نفسه بعد ما جبنا الجون هدي ريح.
تحس ان الجمهور نفسه كان عايز ينزل يدافع مع اللعيبه في الملعب، قاعدين مخضوضين من اللي بيحصل. فكان المفروض يبقى دور الجمهور امبارح اقوى من كده. طبعا كل التقدير للجمهور وكل تقدير لكل الحضور امبارح في الملعب، وعملوا مجهود كبير والناس اذرت ودعمت وشجعت، بس كنا محتاجين تشجيع اقوى من كده. لكن الاهم الناتج في الاخر ايه؟ ان احنا كسبنا 1-0 بالجمهور وبالمنتخب المميز اللي عندنا اللي قدر ان هو يفوز على منتخب قوي جدا. ومش هكون ببالغ لو قلت ان منتخب السنغال ده مستريح ممكن يوصل ربع نهائي كاس عالم. مستريح، مش اللي هو بقى ايه يعني بطلوع الروح، لا ده امكانيات اوروبيه وامكانيات غير طبيعيه موجوده داخل القاره الافريقيه بسبب المحترفين كتير اللي بيلعبوا في انديه كبيره، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ليفربول، ليستر سيتي، تشيلسي، حاجات كتير جدا يعني. فطبيعي يبقى الريتم بتاعهم اعلى، كواليتي بتاعهم اعلى نسبيا. لكن في نفس الوقت اهم حاجه زي ما قلت ان احنا ما جاش فينا جون، اهم حاجه ان باذن الله نقدر في ماتش الاياب ان احنا نكون اذكياء. ازاي؟ طبعا مش احنا اللي هنعدل، او يعني مش هنتكلم على فكر كيروش. الراجل امبارح حتى في المؤتمر الصحفي قال انا 44 سنه خبره واهلت منتخبات كتير لكاس العالم، فكل الاحترام والتقدير ليه يعني. وانا واثق ان الراجل ده هيشتغل بذكاء كبير جدا في مباراه الاياب. الذكاء بيتمثل في ايه؟ بيتمثل انك تقسم المباراه للمراحل. انت اهم حاجه في اول الماتش انك ايه؟ تقف قدام منطقتك كده تدافع ما يجيش في الجون، وتحاول تعدي اكبر وقت ممكن من المباراه من غير ما تستقبل اهداف. ويا سلام بقى لو عرفت تخطف. عندك السرعات، صلاح مفيش غبار، مرموش لو ابتدى على حساب مصطفى محمد الغير موفق تماما واللي بعيد عن مستواه تماما، مش انتقاد لمصطفى بس باذن الله اتمنى ان مصطفى يجيب لنا جون في ماتش الاياب ياهلنا، هيبقى احسن لعيب في الدنيا مصطفى محمد. فبرضه من دعمه ومن سنده، لكن هو بعيد شويه عن مستواه يعني. حتى الاخطاء اللي بيعملها على حدود المنطقه امبارح برضه ما كانتش مطلوبه شويه، لكن برضه وارد، كل ده وارد مش مشكله. فقلت صلاح ومرموش، سرعات تريزيجيه ما شاء الله عليه، عندك العناصر الجيده جدا اللي تقدر تعمل مرتدات، لان هم هيتحطوا في نفس الموقف اللي احنا كنا فيه امبارح. بالمناسبه اللعيبه كان عليها ضغوط واللعيبه كانت حريصه اشد الحرص امبارح ان ما يجيش فيها جون، وده كان حاجه غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. فبالتالي منتخب السنغالي في ملعبه هيبقى هو في موقف وموضع ضغط بجمهوره الكبير اللي هيحضر، بخوفه من عدم او خوفه من استقبال هدف من المنتخب المصري. فكل هذه الامور باذن الله تكون بتدينا او بترجح كفتنا ان شاء الله في مباراه الاياب. كيروش عمل مباراه كبيره امبارح، ممكن الناس تقول لك التغييرات اتاخرت او طب فين زيزو وفين كلام من ده، الراجل ليه وجهه نظر. فانا بشيد في الحقيقه بكل الاشاده بكيروش، بشيد باللعيبه نفسها اللي كانوا رجاله جدا امبارح. تيجي تتكلم شناوي كان ثبات غير طبيعي وهدوء في نفس الوقت، وده كان مطلوب جدا. تتكلم عمر جابر عمل مباراه جيده جدا. تتكلم في فتوح من افضل اللعيبه في مصر، فتوح ده ما شاء الله عليه، ده يستاهل يلعب في اوروبا، يستاهل يلعب في اوروبا. هتقول لي مستواه مع الزمالك كان وحش، الزمالك بيمر بظروف صعبه عشان كده ممكن اي لعيب مستواه يبقى وحش، لكن فتوح لعيب كبير قوي وعمل مباراه كبيره، بيركب على اي حد نفسيا بمهاراته وامكانياته. الونش عبد المنعم لحد ما خرج الف سلامه عليه، يعني اصابه كسر في الانف حاجه صعبه شويه، لكن الف مليون سلامه عليه. ولما نزل ياسر مش عارف اقول ايه في ياسر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، لعيب تقيل، لعيب بشخصيه كبيره. لما يكون نازل بيلعب اول مباراه دوليه في تاريخه مع منتخب مصر ويظهر بالشكل ده، يبقى ده لعيب تقيل عنده شخصيه قويه في الملعب. عمل مباراه كبيره لما نزل مكان عبد المنعم، ولو كان لعب ابو جبل كان هيعمل مباراه كبيره بمناسبه الصوره يعني، زي الشناوي في نص الملعب. النني ما كانش في افضل حالاته، لكن برضو النني خبرات عظيمه ولعيب تقيل جدا. السوليه ساهم في الشوط في الجون الاول او الجون الوحيد لينا امبارح بشكل ممتاز كالعاده من السوليه. حمدي راجل بمعنى الكلمه، مش عايز انسى حد. مصطفى رغم انه ما كانش في قمه مستواه لكن برضو لعيب تقيل. تريزيجيه عمل مباراه كويسه جدا. وصلاح طبعا بروحه العاليه وقيادته الكبيره داخل الملعب اللي شفناها، الراجل كان بيرجع يدافع ورايح جاي عايز يحقق حلم المصريين
بشكل جيد جدا كان محمد صلاح. الروح كانت حلوه امبارح بصراحه من اللعيبه، لكن ان شاء الله نتمنى ان الافضل يكون جاي. الارقام اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي ارقام ياسر ابراهيم احد نجوم المباراه امبارح، وانا مش هتكلم على ياسر بس، لكن انا حابب ان انا اجيب الارقام دي عشان نقول ونشوف اللعيبه دي عملت مباراه كبيره ازاي، عشان نتصدى لمن يقلل من المنتخب الوطني. مش مطلوب ابدا الكلام ده. ياسر ابراهيم بعد نزوله في مباراه السنغال التمريرات القصيره 9 من 9، 9 تمريرات صحيحه من 9 المجمل بالنسبه له، يعني بنسبه 100%. التمريرات الطوليه 2 من 4 بنسبه 50%. حلو. استخلاص الكره 7 مرات، لم يفقد الكره نهائيا ما شاء الله، لم يرتكب اخطاء، قدم اداء مميز واستحق طبعا عليه الاشاده ياسر ابراهيم. تعالى اما نيجي نتكلم شويه على الشناوي مثلا. الشناوي ضد السنغال امبارح 3 تصديات، الثلاثه من داخل منطقه الجزاء، فبالتالي بيبقوا اصعب بكتير. 2 لكم للكره، يعني لعب الكره بالبوكس مرتين، التقاط عالي للكره مره واحده، تشتيت للكره مرتين. اللي عجبني امبارح كمان في الشناوي ان هو كان بيحاول يطلع بالكره طبقا للاستراتيجيه والطريقه اللي بيلعب بيها كيروش واللي بيلعب بيها برده موسيماني مع النادي الاهلي، فكان هادي قوي رغم الضغوط الكبيره، فدي برده بترجع للشخصيه القويه بتاعه الشناوي. طبعا كلين شيت 13 تمريره ناجحه، وده اللي كنت بتكلم فيه، 7 كرات طوليه ناجحه من 23، و7.5 تقييم الشناوي الاعلى في فريقه في هذه المباراه. لما نيجي نتكلم على حمدي فتحي، ارقام حمدي فتحي امبارح في مباراه السنغال، واحد من الرجاله اللي عملوا مباراه كبيره جدا امبارح. التمريرات القصيره 26 من اصل 29 بنسبه 90% نجاح، التمريرات الطوليه 3 من اصل 4 بنسبه 75%، استخلاص الكره 17 مره وده الافضل، ده الرقم الافضل في المباراه امبارح، منها استعاده الكره الثانيه 9 مرات، والكره الثانيه بتبقى مهمه جدا جدا، فبرضه كان افضل واحد قدر ان هو يكسب الكره الثانيه. التدخلات الناجحه 3 مرات، قطع التمريرات والاستحواذ 4 مرات، وفقد الكره مرتين بس، ده طبيعي. عايز اتكلم برضه على عمر جابر. عمر امبارح لعب مباراه جيده بالمناسبه، مش معنى كده انه لازم يلعب الماتش الجاي، لا مش شرط، ممكن نلجا شويه لعمر كمال، ومش تقليلا من عمر جابر، يعني بتبقى على حسب ظروف كل مباراه، وطبعا المدير الفني هو ادرى، لكن عمر عمل مباراه كبيره امبارح. تمريرات ايه؟ 31 تمريره ده المجمل، عمل منهم 28 صحيحه بنسبه 90%، في دي نسبه ممتازه. العرضيات 2 من اصل 3 بنسبه 67% جيد. استخلاص الكره 7 مرات، فقد الكره مره واحده فقط. هو افضل لاعب في المنتخب والاعلى تقييما في مباراه الامس، فبالتالي يستحق كل الاشاده. كمان الونش للاسف الشديد، للاسف الشديد هيغيب عن مباراه الاياب بسبب الايقاف الانذار الثاني، انذار تراكمي يعني، فبالتالي خلاه يبعد عن مباراه العوده، كنا محتاجينه بشكل كبير. التمريرات القصيره 23 من اصل 24 بنسبه 96%، التمريرات الطوليه 2 من اصل 7 بنسبه 29%، استخلاص الكره 10 مرات، الفوز بالالتحامات الهوائيه ما شاء الله 3 من 3 وهو الافضل، محاوله واحده على المرمى، لم يفقد الكره نهائيا، ارتكب خطا واحد فقط اللي خد فيه انذار، وعمل اداء رجولي بشكل كبير، فيعني من ابرز النجوم برده امبارح الونش. ونسبه الونش وعبد المنعم وغيابهم عن المباراه المقبله، فبالتالي الجهاز الفني منتخب مصر اجتمع امبارح بعد المباراه وقرر ان هو يستدعي اولا علي جبر، طبعا نجم دفاع بيراميدز ونجم دفاع منتخبنا الوطني السابق، وانا في الحقيقه من الناس اللي كنت متحيز جدا جدا لاستدعاء علي جبر من الاول. ليه؟ لان علي انا يعني بحب اتابع الماتشات دايما. الفتره اللي فاتت من فتره كبيره شويه كان مستواه قل قوي، بس الفتره الاخيره دي مستواه ارتفع جدا جدا، فبالتالي واحد مستواه ارتفع وماشي بشكل كويس، بالاضافه لعنده خبرات كبيره جدا بصراحه مع المنتخب، وشفنا علي جبر مع احمد حجازي في كاس الامم الافريقيه 2017، الاثنين من افضل اللعيبه في البطوله، وبالتالي كمان الاثنين احترفوا في ويست بروميتش البيون، ما لعبش مباريات بشكل اساسي مع ويست بروميتش في الدوري الانجليزي، لكن لعيب العين كانت عليه، فخبرات كمان. غير كده عنصر الطول عنده مميز جدا، بالاضافه ان هو بيعرف يستخدم دماغه كويس سواء في الكور او الهجمات اللي تكون علينا كجانب دفاعي بيقوم بيه بطبيعه دوره، او حتى
في الكرات الثابته اللي لينا ممكن نستغله بشكل او باخر، فبالتالي استدعاء علي جبر مميز جدا. كمان الجهاز الفني، وده قرار مميز برضو، ان هو استدعى رامي ربيعه، لاعب عنده خبرات دوليه، لاعب مع منتخبنا كتير، فبالتالي امكانيات مميزه، ثقه كبيره، فاكيد هيكون اضافه برضو لمنتخبنا مع اللي موجودين، سواء بقى ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود علاء، فبالتالي كلها تدعيمات جيده بالنسبه لدفاع منتخب، وده امر غايه في الاهميه. في كل الاحوال كل التوفيق لمنتخب مصر، في ظهركم يا رجاله، في ظهر الجهاز الفني، بندعمكم كل الدعم ان شاء الله، باذن الله هتفرحونا من خلال يوم الثلاث، واثقين فيكم كل الثقه وكل الدعم والمسانده لكم. تعالوا نبص شويه على النتائج، النتائج برضو بتدي خلاص يعني ايه اشارات كده بمين اللي هيتاهل. امبارح المغرب اتعادلت مع الكونغو في الكونغو 1-1، وكمان المغرب قبل ما تتعادل ضيعت ضربه جزاء، لكن خلاص نسب صعود المنتخب المغربي الشقيق نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بقت نسب كبيره، يعني لان المباراه اللي جايه على ارضهم، والمغرب هو التصنيف رقم او من التصنيف الاول في افريقيا، فبالتالي نتيجه طبيعيه. تونس امبارح بهدف هديه من مدافع مالي سوسوكو كسب 1-0، فبالتالي طبعا النتيجه ممتازه لتونس، وهي نفس النتيجه اللي الجزائر حققتها على الكاميرون في الكاميرون، فبرضو الاثنين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق مع المغرب يتاهلوا بشكل سهل جدا. وطبعا تونس والمغرب والجزائر كلهم في التصنيف الاول، تمام، من الخمسه الاوائل في افريقيا، معاهم نيجيريا اللي تعادلت مع غانا بدون اهداف، فبالتالي مباراه الاياب هتكون في نيجيريا، فرص كبيره لنيجيريا. لكن احنا اصحاب التصنيف الثاني في افريقيا، احنا السادس تحديدا على افريقيا، لعبنا صاحب التصنيف الاول في القاره وكسبناهم 1-0، وهو الفريق المصنف في الخمسه الاوائل الوحيد اللي خسر في مباراه امبارح، فده برضو او دي حاجه ايجابيه ومؤشر جيد انك تكسب فريق بحجم السنغال، فبالتالي عندك فرص وفرص قائمه، وباذن الله باذن الله الحلم يتحقق باذن الله تعالى، شويه تعب ومجهود كمان ونموت على الكوره ونستقتل كده في مباراه الاياب، ان شاء الله نحقق الهدف المنشود. هقول لحضراتكم المباريات امتى بتاعه مباراه الاياب في الجوله الحاسمه من التصفيات المؤهله لبطوله الامم او بطوله كاس العالم طبعا في قطر. مصر هتلعب السنغال يوم الثلاث الساعه 7 بتوقيت القاهره، وفي نفس التوقيت ده هتبقى مباراه غانا مع نيجيريا، فين؟ في نيجيريا، اوكي؟ الكاميرون هتلعب الجزائر في الجزائر الساعه 9:30، وفي نفس التوقيت مالي مع تونس في تونس، والكونغو مع المغرب في المغرب في نفس التوقيت ايضا الساعه 9:30 بالظبط بتوقيت القاهره، الاوقات اللي على الشاشه دي طبعا او توقيتات اللي على الشاشه دي بتوقيت جرينتش يعني. فبالتالي كل ده كل ما يتعلق بالمنتخب، وان شاء الله باذن الله خلينا نتفائل خير ونساند وندعم المنتخب، وان شاء الله باذن الله نوصل كاس عالم، لان ده الاهم، مش مهم خالص اداء ولا مهم اي حاجه، نتيجه جيده امبارح مش مطمئنه طبعا، لكن في نفس الوقت خطوه مبدئيه جيده نحو ان شاء الله تخطي العقبه من خلال مواجهه السنغال في دكار، وبالتالي الحلم كله يتحقق بالتاهل لكاس العالم، دعوات كل المصريين. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه على الاخبار اللي اتقالت على المنتخب بعد ماتش امبارح، وكمان عندنا فقرات اخرى مهمه من برنامج في السنغال. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على المنتخب في السوشيال ميديا، وبالتحديد نبتدي بالاتحاد الرسمي للاتحاد المصري او الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم، واللي اتكلم على تصريحات مستر كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي امبارح. للاسف المؤتمر ظهر بشكل يعني غير جيد من بعض الصحفيين الزملاء الاعزاء، لكن في نفس الوقت المهم الكلام اللي قاله الراجل في المؤتمر ده، انا هتكلم فيه مع حضراتكم ونقوله مره ثانيه. اهم التصريحات اللي قالها يعني، قال لا جديد يذكر، لان كما قلت قبل المباراه انها مباراه صعبه للفريقين، لانها مباراه تاهل لكاس العالم والجميع تعلم ذلك جيدا. بالطبع كان المنتخب السنغالي فرص التسجيل من فرصتين مؤكدتين ويمكن اكتر بصراحه، وهذا امر طبيعي للغايه، كما ان هناك فرص للتسجيل اتيحت لنا. ماشي، وفي نفس الوقت قال في النهايه اللاعبين استحقوا الفوز ويستحقون التحيه على ذلك، ده امر مؤكد مؤكد مؤكد، لان انت امبارح حققت جزء من المطلوب انك تكسب وما يخش في ما يدخلش فيك اهداف، ده كان اهم شيء بصراحه، فبالتالي كل التحيه طبعا للاعبين. قال كنا الفريق الافضل واصحاب الفرص الاكثر،
مش متفق معاه في الجزئيه دي قوي، لكن في نفس الوقت اوكي سنبدا الاستعداد للمباراه القادمه. وبالمناسبه يا جماعه مش اهم خالص ان احنا نبقى الافضل والله، يعني مش مهمه حاجه، مش مهمه يا عم، ما عنديش مشكله نبقى وحشين جدا بس نكسب. هي الماتشات اللي زي دي كده انت عارف امتى تبقى عايز تبقى حلو وكلام من ده؟ بطوله مثلا بنفس طويل زي بطوله الدوري كده، الفرق بتاعتك الفرقه اللي بتشجعها تستنى منها اداء ونتائج وكلام من ده. لكن انت بتلعب ماتشين ياهلوك كاس عالم او يخلوك تستنى 4 سنين عشان تروح كاس عالم تاني، ويا عالم ساعتها ايه اللي ممكن يحصل يعني. فبالتالي مش مهم خالص نبقى افضل، المهم ان انت تكسب وتصعد، فده امر غايه في الاهميه. قال سنبدا الاستعداد للمباراه القادمه. اهم تصريح بالنسبه لي قاله ان بالنسبه له هو يعني ان ما زالت النتيجه 0-0، ان احنا ما كسبناش، فيجب ان نذهب الى السنغال ونقاتل من اجل التاهل. اذا كنا قاتلنا هنا فسوف نقاتل اكثر في دكار، وده امر ان شاء الله مؤكد ومنتظر من اللعيبه. حد من الصحفيين سالوا على يعني ليه فضلت عمر جابر عن عمر كمال، ومش بصراحه مش دي الاسئله اللي بتبقى مطلوبه، لكن في كل الاحوال ماشي. قال لا احب الحديث عن افراد، فالفريق بالكامل قد ادى بشكل جيد، وهذا القرار لم ياتي من السماء بل جاء بعد عمل كبير، وده امر مؤكد، لان اكيد كل العناصر المنتخب الجهاز الفني تحديدا اكيد اشتغلوا بشكل مكثف الفتره اللي فاتت، ودرسوا بشكل كبير جدا العناصر الانسب اللي هي تكون متواجده، وكان الناتج لحد دلوقتي ان احنا الحمد لله الخطوه الاولى جيده. فقال ان احنا تابعنا كافه المباريات واللاعبين اكثر من مره لاتخاذ القرار المناسب. محمد عبد المنعم تم تشخيص اصابته، واحنا دي اتكلمنا فيها خلاص، لا ارى اي سبب للحزن او الغضب، عنده حق. فنتيجه المباراه كانت الفوز على السنغال بطل افريقيا والذي صعد لكاس العالم العديد من المرات. تمام، ندرس حاليا موقف الونش، اذا كان خلاص الونش بر فخلاص تم استدعاء كل من علي جبر ورامي ربيعه، اثنين ان شاء الله يكونوا اضافه قويه للمنتخب. اعتقد ان السنغال يمتلك فريق مختلط من لاعبي كره القدم وكره السله، فهم يمتلكون قامه كبيره ودي حقيقه، ولذلك عند استخلاص الونش وياسر للكره منهم فهذا شيء يدعو للفخر. ماشي، اعمل في التدريب منذ 44 عاما وصعدت بالمنتخبات الى كاس العالم، دي حقيقه، الراجل عنده سي في محترم. طيب يعني دي كانت تصريحات كيروش، وتصريحات كلها يعني جيده، وعجبني قوي في مؤتمر امبارح تابعته وشفته الراجل هادي باله طويل، ما تعصبش قوي على الصحفيين، لكن رد مثلا يعني ردود بشكل جيد من وجهه نظري، لان في نفس الوقت بيبقى الله يكون في عون المدربين في بعض الاحيان بيبقى في اسئله ممكن تكون بتستفزهم شويه، لكن يحسد على الهدوء وعلى الرزانه في الكلام وعلى الثقه اللي هو بيتكلم بيها، ثقته في نفسه وكمان ثقته في عناصر المنتخب، فربنا رب يوفقه باذن الله في مباراه الاياب امام السنغال. اوكي، خلينا ناخد الخبر اللي بعده، وده من حساب الاهرام على تويتر، واللي بيتكلموا على ان مدرب منتخب مصر يسخر من حكم مباراه السنغال. هنا بيقولوا على روجير ديسا المدرب المساعد لمستر كارلوس كيروش، واللي قال ان الحكم الكونغولي جان جاك نادالا الذي ادار مباراه الفراعنه امام السنغال بالامس يعني عامل زي ايه، قال زي علبه الشوكولاته هتطلع حلوه او تطلع وحشه يعني. ف للاسف امبارح كان في كارثه تحكيميه، فضيحه لما يبقى لعيب في السنغال واخد انذار وبعد كده يعمل تدخل يستحق عليه الانذار الثاني عشان يطرد، والاكثر من كده ان الحكم فعلا يطلع الانذار ولما ياخد باله ان هو ده اللعيب اللي خد الانذار الاولاني فيروح مرجع الانذار ثاني في جيبه. فهي دي قاره افريقيا للاسف يعني، هو ده التحكيم في افريقيا. مش عارف امتى هيتطور يا عم، انت خايف من ايه؟ ما تطلع الطرد، مش يستحق طرد؟ طالما يستحق يبقى اهي شايفين البطاقه الصفراء في ايده، اهي الكارت الاصفر في ايده. فبصراحه الحكم كان غريب جدا بالتحديد في القرار ده، تحديد في اللعبه دي. طب انت كده يعني طرد زي ده ممكن يرجح كفتنا بشكل اكبر، سواء في مباراه امبارح كان في دقيقه حاجه و60 تقريبا الكارت ده اللي كان المفروض ياخده اللاعب السنغال، وكمان ممكن يرجح كفتنا ان لاعب زي ده يغيب عن مباراه الاياب. فللاسف التحكيم سيء كالعاده يعني، مفيش جديد. خلينا نروح لخبر اخر، الحكم هيكون في مباراه الاياب الكابتن مصطفى غربال الحكم الجزائري المميز، ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه.
في الجول رامي ربيعه ينضم الى قائمه منتخب مصر مع علي جبر لتدعيم الدفاع امام السنغال في مباراه العوده، وهي خطوه ممتازه. ودي كانت تصريحات للكابتن وائل جمعه تحسبا لاي ظروف، لان ماتش زي ده بيبقى ماتش عصيب جدا، تدخلات عنيفه زي ما شفنا امبارح، لا قدر الله اصابات، واحنا حظنا دايما سيء في الاصابات، فبالتالي ان انت تامن نفسك مش عيب خالص، حتى لو هتلعب بحد فيهم او بالاثنين او مش هتلعب بيهم خالص، بس يبقى معاك دكه كويسه. اعتقد هيكون الاقرب ياسر وايمن اشرف، اعتقد يعني هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، فبالتالي استدعائهم كان امر حتمي وضروري. حساب الجول وتصريحات لاليو سيسي في المؤتمر الصحفي، قال نتيجه 1-0 على الجانب النفسي مهمه لمنتخب مصر، بالنسبه لنا نفسيا هي ليست نتيجه كبيره. فهي مش نتيجه كبيره بالنسبه لهم، لكن برضو حطهم تحت ضغط، لازم يحرزوا اهداف في مباراه الاياب، وفي نفس الوقت هي معادله صعبه اللي احنا كنا فيها امبارح، ان انت تحرز اهداف وما تستقبلش اهداف على ملعبك، لان اللوائح بتقول الهدف للفريق الضيف بهدفين، فهم تحت ضغط كبير جدا، باذن الله نستغله احسن استغلال. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه النهارده واخبار المنتخب الوطني. يلا بينا. طيب خلينا نكمل اخبار المنتخب على السوشيال ميديا تحديدا، ونشوف يلا كوره. حسابهم الرسمي قالوا ان مصر تحقق اول فوز على السنغال منذ 16 عاما. احنا فاكرين طبعا اخر فوز لينا على السنغال كان امتى؟ كان في 2006 بالهدف الشهير بتاع عمرو زكي من اسيست لابوتريكا في المباراه اللي خرج فيها ميدو زعلان، فده كان اخر فوز لينا من 16 سنه على السنغال، وما قابلناهمش من ساعتها غير في نهائي افريقيا اللي فات يعني تحديدا يعني. وخسرنا ضربات جزاء، واتقابلنا، صح اتقابلنا في التصفيات مع كابتن شوقي غريب، خسرنا ذهاب واياب يعني للاسف ساعتها، كانت تصفيات الامم الافريقيه. طيب خلينا كمان نروح لحساب نادي ليفربول على تويتر، يعني هنوا الملك المصري محمد صلاح بمناسبه مساهمته في هدف الفوز على السنغال في مباراه الذهاب بالامس، ان شاء الله يهنوه تاني في مباراه الاياب باذن الله واحد احد. يقدر محمد صلاح انه يهدف هناك، او على اقل تقدير نخرج تعادل، اي نتيجه، اي نتيجه تودينا قطر، مش عايزين حاجه تاني. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر ولسه مع يلا كوره والقواعد اللي بتتعلق بمباراه الاياب بين مصر والسنغال، وهي هي يا جماعه بالمناسبه القواعد يعني اللي احنا عارفينها اللي احنا حافظينها متعودين عليها، ان انت دلوقتي كسبت 1-0 على ملعبك، فبالتالي انت لما تروح هناك لو خسرت 1-0 في اوقات اضافيه، لو فضلت بالتعادل اللي هو بنتيجه 1-0 للسنغال يعني، فبالتالي هيبقى في ضربات جزاء اللي هي نفس نتيجه القاهره، لكن انت لو جبت جون فبالتالي الوضع كده يتغير، مفيش اكسترا تايم خلاص. لو تعادلت 1-1 انت متاهل، لو خسرت 2-1 انت متاهل، لو خسرت 3-1 لا قدر الله السنغال هي اللي تتاهل، كسبت طبعا اي فوز ياهلك، اتعادلت اي تعادل ياهلك، خسرت بفرق جون في حاله تسجيلك ده يأهلك، فكلها اللوائح معروفه يعني مش جديده، على عكس اوروبا القاره الاوروبيه عندهم لوائح جديده تتعلق ان مفيش هدف بره الارض يتحسب بهدفين، والكلام ده لغوه شويه، واعتقد احنا لاحقا يعني في القاره الافريقيه هيلغوا الموضوع ده، الله اعلم هنشوف ايه اللي هيحصل. حساب جول على تويتر قالوا الكشف على او عن نفاذ تذاكر مباراه الاياب بين مصر والسنغال في التصفيات المؤهله لكاس العالم، وخلاص طبعا الجمهور السنغالي زي الجمهور المصري اللي عمل يعني مباراه كبيره امبارح، واللي كان ليه دور كبير قوي امبارح في الملعب بصراحه، بالتحديد في اول يعني 3-4 دقائق اللي جبنا فيهم الجون، كان في دقيقه 3 وشويه، كان على غرار مباراة الجزائر في 2009 تصفيات كأس العالم برضو اللي كسبناها هنا بس ما فوقناش في السودان، فبالتالي أكيد جمهور السنغالي هيبقى عليه دور كبير جدا، وبرضو هيكونوا متواجدين بكثافة، فبالتالي طبعا الجزائر التذاكر خلصت رسميا وهيبقى الحضور كبير، وبالمناسبة الملعب جيد وجديد، فده عامل مهم جدا بالنسبة لنا، الملعب مش أرضيته وحشة، فإن شاء الله بإذن الله نقدر نلعب بالشكل الطبيعي بتاعنا عليه. الوطن سبورت بيتكلموا على ان مصطفى غربال حكم مباراه مصر والسنغال في لقاء العوده، عمره 36 عام ومن حكام الصفه في افريقيا بصراحه، والراجل حكم مميز لو تفتكروا، طبعا مش لو تفتكروا اكيد عارفين يعني مصطفى غربال كان حكم مباراه القاضيه ممكن ونهائي القرن الاهلي والزمالك 2020 اللي فزنا بيه باللقب العاشر. طيب الوطن سبورت لسه معاهم وبيتكلموا على ان كيروش يفاضل بين علاء وفتحي، تمام، في تشكيل مصر امام السنغال بدكار، فتحي مين؟ حمدي فتحي يعني يرجع ورا؟ مش عارف، ممكن يكون قصدهم كده، في الحاله دي يبقى هيلعب 3 ورا، وانا يعني استبعد دي ان كيروش يعملها، انا اتمناها بالمناسبه،
لكن كيروش مش من النوع اللي هو كل شويه يغير طريقه اللعب او اسلوب اللعب او كام ده، هو بيلعب 4 3 3. صعب انه يلعب 3 4 3 رغم ان هي ممكن تكون ايجابيه بالنسبه لنا في مباراه الاياب، لكن هو ادرى كل الدعم وكل التوفيق ليه وكل المسانده لمدرب كبير جدا زي مستر كارلوس كيروش. طيب دي كانت اخبار المنتخب اللي هي الاهم طبعا دلوقتي واللي هنفضل متابعينها على مدار الحلقات المختلفه للترند الحاد ان شاء الله ما نفرح بتاهلنا لكاس العالم من خلال مباراه يوم الثلاثاء. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات البرنامج. يلا طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه وهو بيتعلق برايكم في اداء المنتخب والنتيجه بتاعه مباراه امبارح امام السنغال واللي انتهت بالفوز بهدف مقابل لا شيء. فنبتدي بداليا الكابيتانو اللي قالت اداء جيد من الناحيه الدفاعيه ولكن بدون اي اداء هجومي ولم نستغل عمل الارض والجمهور كما يجب ان يكون، ونحمد الله على الفوز وربنا يكملها على خير. تحياتي يا امير، تحياتي ليك يا داليا، وكلام جيد جدا منها وان شاء الله باذن الله ربنا هيكملها لنا على خير بالتاهل لكاس العالم باذن الله واحد احد. تعالوا ناخد تفاعل اخر من محمد عبد الجليل واللي قال نتيجه واقعيه وكان ممكن المباراه تخلص 0-0 بعيدا عن العاطفه، منتخب السنغال يستحق التواجد في كاس العالم. يا سيدي يستحق بس مش مهم، احنا عايزين احنا اللي نروح برضه. لو قررنا بمنتخب مصر كأداء ولو قارناه يعني بمنتخب مصر كأداء ومجموعه، لكن دائما بتغلب العاطفه وان شاء الله نفوز في الماتش اللي جاي. كلام برضو منطقي من محمد عبد الجليل، وان شاء الله باذن الله باذن الله نفوز في المباراه اللي جايه ونتأهل يعني. طيب ده كان تفاعل جماهير الكره المصريه بشكل عام على سؤال حلقه النهارده، دعوات جماهير الكره المصريه كلهم باذن الله لمنتخبنا في مباراه الاياب، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نتاهل كاس العالم من خلال مباراه يوم الثلاثاء. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا الى اللقاء.